مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سينما شبابية. في هذه الحلقة سوف نقوم بتسليط الضوء على ورشة فن كتابة السيناريو والتي أقامتها جماعة الأفلام بمحافظة القطيف بمشاركة وحضور العديد من المهتمين بعالم السينما والسيناريو والأفلام. قدم هذه الورشة الأستاذ والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، وكان ضيفنا في إحدى الحلقات السابقة. سوف نتعرف أكثر على هذه الدورة، نتحدث كذلك عن أهمية مثل هذه الدورات في تثقيف المهتم بالأفلام والسينما. تابعونا بعد الفاصل. نرحب بكم أعزائي المشاهدين من جديد. في أولى وقفات حلقتنا هذه نتوقف ونتساءل مع المخرج الأستاذ محمد سلمان، وهو رئيس جماعة الأفلام بالقطيف، عن الاستعدادات لهذه الدورة، كيفية الإقبال عليها، ماذا قدمت هذه الدورة للمشاركين في أجواء جميلة تابعناها قبل قليل في اللقطات مع الأستاذ المخرج محمد سلمان. نتوقف قليلا. الأستاذ محمد سلمان وهو رئيس جماعة الأفلام بالقطيف وهو المنسق العام لهذه الدورة، نرحب فيك أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا فيك ومرحبا فيك وأرحب فيك محمد على تواصلك وحبك للسينما. تحدثنا محمد عن هذه الدورة، متى بدأت الفكرة لإعداد؟ الفكرة هي بدأت من أول يوم وضعنا خطة لجماعة الأفلام، تركيز على الجانب الفني والثقافي، وطبعا لما أتكلم عن فيلم أتكلم في البداية عن سيناريو وهو الأهم، فكان التنسيق مع محمد من سنوات صراحة، بس احنا قدرنا في هالفترة هذه ان نجيبه بحكم شغله. فالورشة كانت بشكل سريع 3 أيام، بس ان عزمنا لازم تكون موجودة خصوصا ان جاي مهرجان الخليج، فكان هدفنا ان نحصل على مجموعة من السيناريات خلال هذه الفترة على امل تشجيع للاخوات والاخوان اللي راغبين ان يكونوا سينارست ان يكونوا في مهرجان الخليج. أبرز المواضيع اللي طرحتوها خلال 3 أيام اللي طرحها الأستاذ محمد؟ أكدنا أول على ما هو السيناريو، تعريف السيناريو السينمائي ما هو، كان شرح بطريقة مكثفة صاحبها بعض العروض للأفلام إلى تعريف السيناريو الفني. جميل. كيف وجدتم طيب تفاعل؟ أنا وجدت ما شاء الله يعني عدد جميل موجود وحاضر، والظاهر أنكم قفلتوا العدد، يعني خلاص اكتفيتوا بالعدد اللي سجل، كيف وجدتوا تفاعله؟ تفاعل كان جدا إيجابي، خصوصا الاسم، يعني محمد حسن يعتبر السيناريست الذهبي في الخليج، معروف جدا. لأول يوم ورشة وفي اتصالات للتسجيل، بس احنا أخذنا فوق العدد، يعني محمد سمح لنا أخذنا فوق العدد ب2. أخذتوا زايد 2 يعني زيادة. جميل. يعني بعد هذه الورشة أو بعد هذه خلينا نقول الدورة القصيرة، ماذا يلوح في الأفق لجماعة الأفلام؟ يلوح في الأفق أن احنا راح نتمسك بالناس الجادين جدا أن يعملوا أفلام، راح نتواصل معاهم، راح نسعى أن أفلامهم بكرة نشوفها في المهرجان. تستفيدوا من السيناريوهات اللي كتبت خلال الدورة؟ محمد ما قصر، يعني في خلال 3 أيام تغيرت الوجهة، أفكار جدا تغيرت، وفعلا في ناس ما كانوا يعرفوا شنو سيناريو فيلم الآن بدأوا يمشون على خط ما هو سيناريو الفيلم القصير. شكرا لك محمد. تسلم. ألف شكرا. يوم الجفال وراح أصفيج الراح براح، يوم الجفال وراح أصفيج الراح براح، أبدا فلا أرتاح لما يجي المطلوب، لما يجي المطلوب. يوم الجفال وراح أصفيج الراح براح،
تروح وياي ولا تستناه؟ يا بستناه. على هواك. لا ما تأخرت. وشوف ويش جايب لك أكنار. واحد أشوف هذه لك ودي لي. يلا بشينا. ومن أجواء هذه الدورة، دورة فن كتابة السيناريو، قمنا بكاميرا سينما شبابية بالدخول إلى القاعة، وأيضا يعني اقتنصنا بعض المعلومات التي قدمها الأستاذ محمد حسن. نتابع بعض هذه الأجواء الداخلية لدورة فن كتابة السيناريو. عشان يضيف على العمل، الديكور يضيف على العمل، اخر شيء المخرج يضيف على العمل، عشان تجي حتى المونتير يضيف على العمل، وهذه عمليه جميله جدا. زين ناخذ شكل ثاني لمساله الفلاتر، شكل ثاني. اوكي شكل ثاني. بعد أن تابعنا هذه اللقطات والمعلومات السريعة من داخل مقر إقامة دورة فن كتابة السيناريو، نتوقف الآن مع مقدم هذه الدورة الأستاذ والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، لنتعرف أكثر على هذه الدورة وعن مدى استفادة المشاركين فيها، وكذلك نقتنص الفرصة في الحديث أكثر عن عالم السيناريو. نتابع. معنا السيناريست الإماراتي الأستاذ محمد حسن أحمد، وهو الذي قدم هذه الدورة خلال 3 أيام. كان عدد من المشاركين الذين تفاعلوا فيها، وأيضا نتحدث أكثر عن تفاعل المشاركين من خلال هذه الوقفة القصيرة. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير لكم، وطبعا أنا سعيد دائما أن أكون معاكم، يعني صورة دائما جميلة معاكم. أستاذ محمد تحدثنا شوي، 3 أيام قدمت دورة لمجموعة من الشباب والشابات المهتمين بمجال السينما، كيف أولا وجدت تجربتك مع هؤلاء الشباب؟ طبعا أنا اكتشفت من أول يوم أن مجموعة كبيرة منهم هم كتاب، أصلا كتاب قصة وكتاب شعر، ومنهم موجودين في هذا المجال كصناعة، يعني كانوا مصورين أو غيره أو حتى في المسرح. هني التعامل يختلف تماما عن تقديم ورشة للأشخاص المبتدئين، هم أقرب للصورة أقرب للحس الفني، لكن دائما كانت القصة بعيدة عن اللغة السينمائية في البداية من أول يوم. بس أنا كنت مدرك من أول يوم أن في اليوم الثالث راح نوصل لمرحلة متطورة من التفكير الجاد الوعي الداخلي. حاولنا نعمل على تفكيك هذه اللحظات، القصة والأفكار، وكيف نوصل للسينما أو سيناريو السينما بشكل مبسط، وكيف نوصل للعمل اللي نقدر نصوره. يعني كثير من الأفكار هي أفكار ربما تكون سينمائية لكن صعبة جدا الذهاب إلى العمل كإنتاج.
لان كثير من الافكار دائما تذهب للادراج، فكنت انا معتمد تماما ان الكتابه كتكنيك كتابه كفن كتابه ان تذهب الى اللغه السينمائيه اولا، تذهب الى اللغه الانتاجيه ثانيا، وتبحث عن شيء يذهب الى المهرجانات ويكون موجود ويشكل لنفسه منصه بعد فتره. فالحمد لله الاشخاص اللي اشتغلوا معي كانوا جادين تماما. اليوم الاول كان مختلف عن اليوم الثاني، اليوم الثاني كان مختلف عن اليوم الثالث، الافكار اختلفت، التمارين اللي اشتغلناها على التفكير وعلى الذهنيات كانت ايضا لها تاثير كبير عليهم في الفتره الاخيره في اليوم الاخير. خلال 3 ايام اب، يعني لو تحدثنا عن ابرز المواضيع اللي قدمتها، انا يعني اعي تماما بانك دائما تركز على الامثله، تركز على العرض، تركز على الافكار. لو تحدثنا بشكل عام ابرز هذه النقاط اللي طرح. شوف، ابرز النقاط الموجوده ان انت يعني كل الاشخاص اللي يملكون قصه او يملكون فكره هو يملك قصه مذهله، لكن ذهاب القصه الى السيناريو في المشاهد الاولى الثلاثه الاولى هي دائما الصعوبه الاولى. ركزنا في اول يوم ان نحن نفكك هذه اللحظه، ان تكون عنده ثقه وقدره ان يشكل المشاهد الاولى من الفيلم، وكانت هذا التركيز الاولي المهم جدا اللي ينطلق فيها الكاتب الى ابعاد ثانيه. وبدينا نشتغل على ورقه وعلى تمارين اخرى، ان هو اخترنا مكان في المكان نفسه، هذا هو كان ستور الملابس القديمة والملفات، دخلناهم مع صوت الراديو، يخرج الشخص بمشهد هو يؤمن أن هذا المشهد حقيقي وجيد وصادق، فبدأ العملية الذهنية تشتغل معه بشكل أكبر. اكتشف أن هذا المشهد هو مش المشهد الأول ولا الخامس ولا الأخير، اكتشف أنه تحتاج وقت. فنزلنا بالمستوى التفكير هذا والشخصيات، كيف أن تتحول إلى السيناريو نفسه، كيف الصادق نطلعه في الصورة، كيف الكاذب وكيف المريض وكيف المتوتر. أنا أعتقد أن هذه التمارين ساعدتهم ذهنيا أن يتوصلون إلى مرحلة جيدة في اليوم الثالث. أنا أعتقد أن 3 أيام هي ربما تكون قصيرة أن تفهم كل هذا التكنيك في الكتابة، لكن الشباب كانوا مستعدين أن يملكون اللغة الفنية نوعا ما في منطقة ما. هل فعلا احنا بحاجة لمثل هذه الدورات استاذ محمد؟ يعني هل لتكرارها، يعني ايضا تواجدها في عدد من المناطق على مستوى الخليج والعالم العربي بشكل عام؟ شوف، انا يعني كل ما اقول ان عندي ورشة كتابة سيناريو في السعودية دائما يربطون الموضوع في صالات السينما التجارية. انا اقول دائما هذا ما لها علاقة ابدا، صالات السينما التجارية هي مكان، اما الافراد فهم مبدعين صناع. اعتقد الصانع اللي في المملكة في السعودية هو موجود، هو قادر، انه هو قريب للغة الفنية، قريب للإبداع. الإبداعات الروائية اليوم في السعودية يعني جميلة، وفي القصة جميلة، وفي الشعر جميلة، وفي نواحي كثيرة. أعتقد أن في السينما راح تكون أجمل لأسباب كثيرة، أنه هو مطلع أصلا على الثقافة السينمائية بشكل كبير. هو يستطيع اليوم من خلال الوفرة والتكنولوجيا والسوشيال ميديا وغيرها أن يتواصل مع الفيلم ويشاهد هذا الفيلم. إذا الصانع موجود، الصانع يحتاج إلى تدريب، إلى تأهيل، إلى ورش أو غيرها. اليوم الأفلام السعودية القصيرة موجودة في المهرجانات، فيلم وجدة موجود في مهرجانات عالمية وعروض عالمية. إذن هذه كل التشكيل هذا يرجع إلى الأصل وهو الفرد، الفرد الصانع. اليوم الفرد الصانع عنده اهتمام، المؤسسات صارت عنده اهتمام. أنا مرات أحصل مجموعة كبيرة من الشباب يبون ورشة، هم عدد كبير، إذن الأعداد موجودة، الأفراد موجودة، الرغبة موجودة، وأنا أعتقد أن تبدأ الانطلاقة. يعني آخر تساؤل لي، يعني أنا أخذت بعض انطباعات المشاركين قبل أن أخذ اللقاء معك، يعني وجدت أن أحد الأشخاص أو ما لفت نظري بأن أحد الأشخاص قال بأنه تم التركيز على السينما الشاعرية، وأنت هذا المجال سبحان الله هو يعني خطك، يعني السينما التأملية خلينا نسميها. أولا وش تعليقك على شوف، أنا دائما أؤمن أن السينمائي أول ما يبدأ ويذهب إلى المناطق الصادقة ويقدم صورة البصرية ربما تكون شاعرية أو غيرها، مثل اللي يركب الحصان بشكل جيد، يعني يختار الخيل العربي الجيد يركبه، بعدين يقدر يركب سيارة، يركب طيارة، يركب أي شيء، يركب قطار، يركب أي شيء يبغي في الدنيا طالما تعلم ركوب الخيل بشكل جيد. وهذا المعنى الحقيقي أني أنا أصنع فيلم. نحن عالمنا استهلاكي، أنا ما أبغي يروح للغرفة، يروح للسيارة، ويروح للمجمع عشان يصنع قصته وأفكاره. خلي يروح للمناطق الصادقة البسيطة، ينقل هذه الحكايات، يتعلم كيف يتعامل مع الصورة بشكل الصادق والحقيقي، وبعدين راح ينتقل
تدريجيا العالم العصري يقدر يقدم أي شخصية موجودة إن شاء الله فيلم كامل في السيارة أو غيره. أنا أعتقد أن هذا التشكيل مهم جدا في العملية الصناعة نفسها في البداية، عشان نحن ما نخطو خطوات نتجاوز أفكار كثيرة كيف تصنع فيلم. الدراما التلفزيونية قاعد تقدم ناحية معينة، أعتقد عشان ما يروح خلفها بشكل مباشر ويتوقف يروح للسينما البصرية. أنا دائما أقول هي سينما بصرية وليس شاعرية، ربما تكون في شاعرية في الموضوع لكن الأقرب هي سينما بصرية. شكرا لك أستاذ محمد، يعطيك العافية. شكرا لكم وأنا دائما سعيد معكم. شكرا حبيبي. دكتور ودي تساعدني. أساعدك؟ وش أساعدك؟ أنت عندك قدرات ما هي عند أحد، حلولها ما هي واضحة، أنت تختفي عندك الأشياء وبعدين الناس كلها تنساها، كيف أقدر أساعد؟ أنا جيتك دكتور عشان أنسى هالموضوع، أو على الأقل أنسى الأشياء اللي أخفيتها. يعني جايز إذا نسيت الأشياء اللي أخفيتها أنسى الطريقة اللي أخفيتها فيها، يعني ما يصير في أشياء تختفي، يعني أنا بأنسى كيف أخفي الموضوع. دكتور أنت فاهمني؟ أنت تتذكر كيف كنت تخفي الأشياء اللحظة اللي أنت تخفيها؟ حالتك النفسية إيش تشعر فيه؟ يعني هو على ما أذكر كان في طريقة، يعني لما كنت صف رابع في موقف صار لي، كل ما أتذكر هذا الموقف تجيني الحالة. أرجوك دكتور لا تسألني عن هذا الموقف. ممكن تسوي هذه الطريقة الحين قدامي تخفي حاجة؟ ما ينفع. ليه ما ينفع؟ شفت هذه اللوحة دكتور؟ هنا كان في لوحة ثانية بس مستطيلة، قبل دقيقة انت طلبت مني اني اخفيها، لكن انت ما راح تذكر انك طلبت مني اني اخفيها. عرفت ليش ما ينفع دكتور؟ ما تنصاد، ما في حيلة من الموضوع. خلينا نجرب شيء واحد بس، خليك تخفي شيء بيننا. وإذا اختفى بتكون يديني في الهواء، بعدها أنت بتقول لي ليش، حتى لو أنا ما أتذكر. بس يا دكتور ترى ممكن نظارتك أو عقالك أو الكوب هو اللي اختفي مش الملف. أنا عارف المكان هذا تمام وأعرف الشيء اللي بيختفي. طيب وش رايك نغير؟ يعني جالس تحتاج هالملف؟ هذا الملف اللي فيه ما ابغاه، خلاص ابغاه يختفي. طيب لحظة شوي، انا ابي اتاكد منك. نتوقف قليلا مع عدد من المشاركين والمشاركات في هذه الدورة، نأخذ انطباعاتهم، مدى استفادتهم منها، أبرز المواضيع التي طرحت فيها، نتابع معها. معنا الأستاذ المخرج محمد الشاهين، نتحدث معه قليلا عن هذه الدورة، هو أحد المشاركين فيها. نرحب فيك أستاذ محمد. الله يعطيك العافية، حياك الله يا غالي. كيف أجواء الدورة؟ أنتم توكم الآن لسه طالعين من آخر ليلة، طبعا هي 3 ليالي، كيف وجدتم هذه الدورة التي قدمها الأستاذ محمد؟
والله بلا شك الأستاذ محمد حسن أحمد يعني شهادتنا فيه مجروحة، وهو مكسب لكل مخرج أو كاتب أو محب لهذا الفن أنه يحضر ويحرص على الحضور لمثل هذه الورش. أنا يمكن ما يكون اختصاصي، أنا مخرج تخصصي صورة، لكن حبيت أني أحضر لثقل هذا الاسم لأكتسب شيء بسيط أو قطرة من بحره. فهذا الاسم يعني أعماله كلها تقريبا 90% حاصلة على أكبر الجوائز الموجودة السينمائية، فاستفدت منها كثير كثير يعني إلى درجة ما كنت أتصورها يعني، وأعماله يعني تشهد له الله يعطيه العافية يعني. كيف طيب وكيف وجدتوا يعني المعلومات خلال 3 أيام، المعلومات التي قدمت، أبرز المحاور التي تم عرضها في الدورة، لو تحدثنا عن هذا الموضوع. تكلم لنا عن مفاتيح الكتابة، يعني كيف تفتح كتابة عمل سيناريو بطريقة غير متوقعة. يعني احنا نعرفها القصة وترجمها إلى مشاهد، لكن هو لا حب يصل يعني يوضح لنا الأهم من هذا كله، كيف تبدأ مشهدك بطريقة غير متوقعة، أن المشاهد نفسه ما يعني ما يكشف بداية من بداية الفيلم، يكشف يعني شيء معروف من الفيلم لازم تعلقها في بعض الأمور. فالمفاتيح وطريقة بناء العمل ومعالجة النص وتحويلها إلى مشاهد بطريقة يعني برمزيات أكثر هي ما تشد المشاهد بطريقة أكثر. هل محمد هل ألهمتك يعني هذه الدورة؟ يعني حسيت أنه بعد ما انتهيت أنك لاحت شيء في الأفق، فكرة، حاجة بتقدمها مستقبل؟ أكيد أكيد أكيد، وأنا يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاركت في المهرجان القادم راح أعرض في التتر الكلمة الخاصة بهذه الورشة، يعني حاط في بالي إن شاء الله. الله يعطيك العافية محمد. فيك الله يعطيك العافية، شكرا. السلام عليكم استاذ علي. بديت فيه يعني معنا طبعا الاستاذ علي آل حمادة، وهو سيناريست كتب العديد من الافلام والمسرحيات. نرحب فيك استاذ. اهلا استاذي، حياك. تحدثنا شوي، انت ايضا احد المشاركين في هذه الدورة، تحدثنا عن هذه الدورة، ماذا قدمت لكم هذه الدورة؟ طبعا الدورة كانت اضافة جدا جميلة قدمها الأستاذ محمد حسن. طبعا محمد حسن معروف وغني عن التعريف، طبعا أضافت الشيء الكثير. مثلا بدينا نفكر بلغة شاعرية، بدينا نفكر بتفكير الشاعر خاصة في المشهد، نبحث عن المشهد الجميل، اللوكيشن الجميل، الممثلين. بعض الأحيان أنت حتى يعني حتى في صار علينا تأثير حتى في الممثل، بعض الأحيان أنت تصر على ممثل، لا طلعت سالفة لا أنت تقدر تجيب ممثل، أي ممثل، مجرد تدريب بسيط حتى لو من الشارع، أنت تختار الممثل اللي يخدم القصة. هذه حبيتها جدا. كان عندنا أرق في اختيار الممثل، في اختيار اللوكيشن، صار جدا يعني تغير التفكير، تغير التفكير في كتابة السيناريو، كيف نبدأ نفكر في المشهد، جو المشهد، إحساس المشهد. هل يعني بعد انتهاء هذه الدورة هل يعني حسيت بأنه في شيء جديد، في شيء مختلف راح تقدمه مستقبلا؟ واحنا تعودنا عليك دائما تقدم لنا أشياء جديدة ومميزة. بالصراحة يعني إعادة تفكير في جميع السيناريوهات، حتى الآن في فيلم الآن جالس أكتب فيه، لا أنا الآن وأنا في الدورة أقول لا الآن لازم مرحلة ستوب، مرحلة ستوب، إعادة تفكير مرة أخرى بعد الاستفادة من الدورة. طبعا أنت الآن وأنت في الدورة تشغل الشريط، تسترجع كيف الأفلام كتبتها، كيف ببساطة أنواع الأفلام جدا كانت مهمة، فحطت لي نقاط على الحروف في بعض الأفلام، مثلا الفرق ما بين الفيلم التوعوي أو الفيلم الروائي، هذا شيء مهم جدا. يعني كنا بعض الأحيان نتغافل، أو بعض الأحيان نجيب فيلم توعوي نحاول نركبه على الروائي أو العكس. الآن لا، الآن لا، بعد هذه الدورة لازم تفكر تفكير جدي، الفيلم توعوي توعوي، فيلم تربوي تربوي، أوكي تكون مباشر، ولكن لما يجي تكتب فيلم روائي اكتبه بالحس، اكتبه بلغة الإنسانية اللي توصل للناس وجميع العالم. الله يعطيك العافية، تسلم. يعطيك حياك، الله يسلمك، حياك.
ابي اصير ممثل سينمائي. شوف الصور، كل واحد في هالصور اسطوره ونجم. صار عندهم اكثر من 100 سنة. نفسي اكون مثلهم، لكن احنا هذه نهايتنا في الخرابة. اسمعني، انت تعرف ايش معنى كلامك؟ اكيد اعرف، مستعد اسوي اي شيء اي شيء. انت اعطيني فرصة واحدة بس، فرصة واحدة. وان فشلت يكفيه شرف المحافظ. وعدلك على الطريق. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. خليك. طبعا معنا الأستاذ علي السنان وهو ممثل قدم عدد من الأعمال، نرحب فيك. الله يحييكم ومرحبا بالقناة الثقافية. كيف وجدت أجواء الدورة اللي حضرتها أنت لمدة 3 أيام؟ والله أجواء يعني حضرتها وعرفت نفسي في البداية كممثل يعني، فالدورة خلتني عرفتني على زوايا في السيناريو نفسه، فلسفية السيناريو كيفية كتابته. أنا كممثل يجيني النص جاهز وأقدر تصير بإمكاني أوصل رسالة للجمهور بالطريقة يعني المعينة من خلال إرشادات المخرج. السيناريو لا، تعلم زوايا، تعلم أدبيات كيف أنك تكتب الشفة، هذا وعاني لأشياء إن شاء الله في المستقبل يقدر يصير زي ما قلت للسيناريست محمد، يقدر يصير له في الفكر يعني يترجم الى كتابات، وهذا الامل في المستقبل يعني. تتوقع يعني بعد 3 أيام هذه تتوقع تكتب شيء مستقبلا في مجال السيناريو؟ اتوقع باذن الله ان بتجيني افكار وببدا اطبق الاساسيات على هذه الافكار حق اني اقدر اسوي شيء بجوده صحيحه، اقدر امشي على الفاونديشن القاعده بشكل صحيح، وبالتالي ان شاء الله اذا تمشي على شيء صحيح بتصير نتيجه حلوه وصحيحه يعني. الله يعطيك العافيه. تسلم. الله يعافيكم. تسلم على اللقاء. وش اللي جذبك الى عالم السيناريو؟ يعني انت دخلتي في دوره ربما تكون يقول البعض بانها متخصصه لاشخاص معينين، انت وش الدافع اللي خلاك تسجلي؟ بصراحة أنا أعشق الجمال والفن، وأحس أن السينما طريقة بديعة لرفع جمالية الذوق العام، وكذلك أنا أرى أن فيها رسالة إنسانية، سواء إذا كان موضوع إنساني تسليط الضوء على التوحد مثلا، مشكلة إنسانية، أو إذا كان على التعليم أو المشكلة الاجتماعية. أستاذة بثينة، يعني ماذا قدمت لكم هذه الدورة خلال 3 أيام والليلة ختمت؟ ماذا استفدتم منها خلال 3 أيام؟ أنا بالنسبة لي استفدت منها كثير. أول شيء يعني أنه أنا يعني عطتني معلومات جديدة أنا ما كنت عارفها، أنه تختلف كتابة القصة القصيرة عن كتابة السيناريو، يعني اختلاف كبير. يعني طبعا كتابة السيناريو تهتم بالتفاصيل الدقيقة للقصة، بينما القصة يعني تحاول تختصر التفاصيل. فكان هذا من الأشياء المهمة أنه تفيدني في كتابتي يعني القصة القصيرة، فتحول لك. طيب أبرز معلومة تحسي بأن توقفتي عندها قلت يعني صدمتك نوعا ما في عالم السيناريو؟ ما في معلومات كثير، مش معلومة واحدة يعني، إنه بالعكس الورشة كانت كلها مليئة معلومات. كنا يعني كلنا يعني كمشاركين نلاحظ يعني إنه في أشياء كثيرة إحنا ما كنا نفكر فيها وإحنا نكتب. يعني كلنا لنا محاولات في الكتابة، بس ما وإحنا نكتب ما نفكر إنه هذه أشياء مهمة المفروض إحنا نركز عليها أثناء الكتابة. أستاذة أمل، يعني هل تتوقعي في المستقبل بتكتبي سيناريو لأحد الأفلام؟ جدا، يعني أنا قلت لك هذه كان حلمي، وأنا فعلا الحين نفذت سيناريو
وأكيد أن أنا بشتغل عليه أكثر، وفي المستقبل إن شاء الله بكون سيناريست. تتوقعي شيء مستقبل في المستقبل الجديد؟ يعني خلينا نقول سيناريو لفيلم جديد باسم بثينة الشيخ. إن شاء الله أتمنى. معنا الأستاذ المخرج ماهر الغانم، وهو أحد المنظمين لهذه الدورة، وهو كذلك رئيس جماعة مواهب الفنية بالقطيف. نرحب فيك أستاذ ماهر. حياكم الله ونشكركم، ومو غريب أنكم دائما مهتمين وهذا يثلج صدورنا. يعني أستاذ ماهر، يعني حدثنا شوي عن تحضيراتكم لهذه الدورة، يعني استعدادكم لها، كيف قدمتوها، وخاصة أنها تقدم في مؤسسة الفنان للتملكها. والله هي الهدف من الدورة أن احنا ننشئ مجموعة تشتغل بشكل احترافي على خاصة الأفلام القصيرة المستقلة، اللي احنا في المستقبل ودنا نطلع بنتاج نشارك فيه في المهرجانات مثل المملكة. وكان من نصيبنا وحظنا أن احنا حصلنا على فترة مع أنها قصيرة من أستاذ محمد حسن مقدم الدورة، ولكن ثمينة جدا، لأن الرجل هذا يعني خبرته، إنجازاته لا يستهان فيها أبدا في الوطن العربي حاليا. فكانت الورشة على أساس أنها هي مكثفة، لأن ظروف وقتها هي ما كانت يعني تعطينا فرصة أكثر، كان ودنا أكثر. يعني بصفتك طبعا أخرجت عدد كثير من الأفلام القصيرة، يعني هل ألهمتك هذه الدورة أنك تكتب سيناريو جديد لفيلم جديد قادم؟ والله فعلا احنا في خلال الدورة نفذنا بعض التجارب القصيرة، وضعنا الأفكار كانت موجودة وبدأنا نشتغل سيناريو. يمكن لأن محمد فتح أذهاننا على أسلوب مختلف، السهل الممتنع، أبسط، يمكن تفاصيل أكثر كانت كنا محتاجينها. يعني غير فكر الجميع محمد يعني بنضجه في هذا المجال يعني واحترافيته، فصار عندنا شغف أكثر، استفز أدواتنا ككاتب أو كمخرج أو حتى كممثل، يعني في التفاصيل اللي أخذناها أكثر عن السيناريو. أنا أخذت من قبل سيناريو عن الوثائقي أو غيره، بس هذا الدراما مختلف جدا. يعني الله يعطيك العافية أستاذ ماهر، تسلم، شكرا. شكرا، وإن شاء الله دوم تواصلوا معنا. مشكورين. سينما شبابية. أخيرا وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا هذه، والتي سلطنا فيها الضوء على ورشة فن كتابة السيناريو التي أقامتها جماعة الأفلام بالقطيف وقدمها السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد. هدفنا من هذه الحلقة أولا أن نوصل رسالة بأن الدورات مهمة جدا لتنمية المجالات المختلفة في عالم الأفلام، السيناريو، التصوير، الإخراج وغيرها، نحتاج كثيرا لمثل هذه الدورات. نتمنى بالفعل أن تكون حاضرة وبقوة في جميع مناطق المملكة. تابعونا في الحلقات القادمة من سينما شبابية. إلى اللقاء.